تسعة نص نهار جوك نفدوز مع كوثر الباردي. مكلتنا الزمنية مبطن بروكلو. أوكي. زيد أوكي. بالبروكلو اللي فيه نسبة عالية من الكالسيوم والفيتامين ك والفيتامينات هذوما مهمين برشا للوقاية من هشاشة العظام. البروكلو يحد نسبة الكوليسترول في الدم على خاطر فيه الألياف القابلة للذوبان واللي تساعد على التخلص من الكوليسترول من البدن. البروكلو يساعد في عملية الهضم ويمنع الإمساك الكونستيباسيون ويساعد على انخفاض نسبة السكر في الدم ويمنع الإفراط في الماكلة، يقص الشهية ويساعد على إزالة السموم من الجسم. وتو نعطيكم الغسيت متاعنا. تاخذوا زوز كعبات عظم، 50 غرام فرينة، 300 غرام لحم مفروم، بصلة، 100 غرام معدنوس، زوز سنون ثوم، نص مغرفة نعناع شايح، 100 غرام جبن مرحي، 50 غرام شابلوغ، نص مغرفة تابل، فلفل أكحل وملح، راس بروكلو صغير، زوز كعبات بطاطا كبار. وللصلصة ناخذوا مغرفة كبيرة طماطم عبيدة ومغرفة صغيرة هريسة، زوز سنون ثوم ومغرفة صغيرة كركم وزوز مغرف زيت. وزيت باش نقليو فيه. الطريقة ناخذوا اللحم المفروم نحطوه في كسرونة مع مغرفة زيت وسنة ثوم، نفوحوه بالفلفل الأكحل والملح، نحركوه شوية مدة 5 دقائق يشيح من الماء نتاعو، نطفيو النار. نصمتوا البروكلو والبطاطا ونصفيهم نخليوهم نحطوهم في صحفة ونخلطوهم مع اللحم المفروم والجبن المرحي والنعناع الشايح والشابلور والمعدنوس والبصل المقصوصين جيدين، نفوحوهم بشوية تابل وفلفل أكحل وملح، نعملوا كعب قد كعبة الزوزة، نلفوهم في الفرينة والعظم ونقليوهم في الزيت، نخرجوهم ونخليوهم يستقطروا. نطيبوا الصلصة نتاعنا توا، نحطوا في طنجرة زوز مغارف زيت وطماطم عبيدة والهريسة والتابل والثوم مرحي، نمرقوا بكاس ماء مش برشا ماء ويقعد يغلي 10 دقائق ونرميو اكل كعب البروكلو نتاعنا في الصلصة 5 دقائق ونطفيو النار ونقدموها سخونة وتاكلوها بالشفاء والهناء. وإذا كان ما خلطتوش على الغسيت نتاعنا تلقاو على سيت efm.tn. صحة لكم. ميرسي بوكو. ميرسي.